إذا حنث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هنا يجب علينا أن نعلم أن الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، إنما فيه إثم أو سلامة، ثم الإثم قد يكون من الكبائر وقد يكون دون ذلك. فهذه ثلاثة أقسام: السلامة، والإثم الذي دون الكبائر، والإثم الذي من الكبائر. والكفارة لا، ليس في كفارة، كل حلف على ماضي. فإذا قلت والله ما فعلت كذا فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون لم تفعله فأنت سالم، أو أنك فعلته ولكنه ليس فيه قطع اقتطاع مال مسلم فأنت آثم لكنها دون الكبائر، أو فيه اقتطاع مال مسلم بأن تقول والله ما فعلت كذا، يعني والله ما كسرت قلم فلان مثلا وأنت كاسره، فهذا من إيش؟ فهذا من الكبائر. فاللي فيه الكفارة هو الشيء المستقبل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.